افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية توسعة مسجد الإسماعيلية بحي ثاني في حضور عدد من القيادات الدينية والتنفيذية وبمراعاة الضوابط والإجراءات الوقائية، حيث تمت توسعته من 2000 إلى 3000 متر وبتكلفة قدرت ب 14 مليون جنيه بإشراف كامل من وزارة الأوقاف. من منطلق سعي وزارة الأوقاف الدائم في إعمار بيوت الله عز وجل على مستوى محافظات الجمهورية، وزير الأوقاف ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان توسعة مسجد الإسماعيلي بالمحافظة في حضور عدد من المسؤولين. محافظة الإسماعيلية ومنطقة القناة لها خصوصية شديدة، هذه المنطقة التي وقفت في عقود طويلة ماضية في وجه قوى الشر والاستعمار، الحقيقة هناك تعاون كبير مع المحافظة في كثير من المجالات، وأكدنا اليوم على شيء هام جدا جدا، مواجهة أهل الشر. نحن لا نخشى من الرأي الحر، وإنما الخشية من الجماعات المتاجرة بالدين، من العملاء، من الخونة، من المأجورين. بنفتتح جامع الإسماعيلي الشهير بجامع المطافي في ميدان المطافي بعد تطويره وتوسعته. في نفس الوقت احنا عندنا ثلاث مساجد آخرين موجودين في مدينة الإسماعيلية الجديدة إن شاء الله جاهزين أيضا للافتتاح، انتهوا تماما من حيث الإنشاء والتجهيز وجاهزين للافتتاح إن شاء الله مع افتتاح مدينة الإسماعيلية الجديدة شرق القناة. المسجد الواقع بمنطقة عريشية مصر بحي ثاني مدينة الإسماعيلية قدرت توسعاته بقيمة فاقت 14 مليون جنيه بالجهود الذاتية وبإشراف كامل من وزارة الأوقاف. توسعة المسجد في البداية مساحته 2000 متر، وأصبح الآن مسجد الإسماعيلي وهو المسجد الرئيسي بمديرية أوقاف الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية، هو المسجد الرئيسي، أصبح تكلفته وتوسعته الآن 3000 متر. سعي دؤوب من الأوقاف في إحلال وتجديد وتوسعة المساجد، ما ينم عن خطة وزارة تعمل على البناء بطراز معماري حديث ويتلائم مع الدولة العصرية. من محافظة الإسماعيلية، وليد هيكل، التلفزيون المصري.